كان فيتو قال ان كان في ثلاث اسباب خلت لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي انه يصر على بقاء الفريق في برج العرب في معسكر مغلق. السبب الاول بيتمثل في ضيق الوقت، طبعا نظرا لاقامه مباراه سموحه بعد بكره يوم الثلاث قبل ثلاث ايام بس من مباراه فيتا كلاب الكونغولي والمقرر ليها الساعه 9 مساء يوم السبت اللي جاي في برج العرب، خصوصا طبعا وان اللعيبه هيتعرضوا لاجهاد كبير، اجهاد عضلي لو رجعوا تاني للقاهره وبعد كده رجعوا مره تانية وسافروا لاسكندريه يوم الجمعه عشان يدخلوا في معسكر مغلق. السبب الثاني بقى بيتمثل في رغبه لاسارتي ان هو يقرب خطوه اكبر من لعيبه النادي الاهلي بعد ما تولى المهمه مؤخرا بعد مباراه الداخليه، خصوصا ان كان في طبعا دي وقت وكمان المباريات اللي بتقام كل ثلاث ايام بتصعب من مهمه الخواجه في الوقوف طبعا على شخصيه اللعيبه عن قرب، وده اللي محتاجه في الفتره الجايه، وعشان كده هو اصر ان يكون في معسكر لمده 6 ايام عشان يقدر يقرب من اللعيبه. سبب بقى تاني خلى لاسارتي يمد معسكر النادي الاهلي في اسكندريه هو رغبته في الابتعاد باللعيبه عن الضغط النفسي والجماهيري بعد الخساره قصاد بيراميدز، بجانب طبعا رغبته في تحفيظ اللعيبه الجمل والتركيز في التدريبات اليوميه معاهم بعيدا عن عينين الجميع استعدادا لضربه البدايه في البطوله الافريقيه.